يبدو أن الصواريخ الدستورية للرئيس قيس سعيد قد أعطت أكلها قبل أن يتم إطلاقها، فبعد تهديداته المتتالية باللجوء إلى الدستور لإنهاء حالة الفوضى داخل البرلمان، أعلنت كتلة الدستورية الحر إنهاء اعتصامها داخل قاعة جلسات البرلمان ونقله إلى مقربة من مكتب رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي. باش نحول مكان الاعتصام، باش نمشي قدام بيرو راشد الغنوشي، مانيش باش نعطلو الدخول والخروج، لكن سأرابطه قدام المكتب تاع راشد الغنوشي. كتلة الدستوري الحر ربما نجحت بهذه الخطوة في تفادي صواريخ الرئيس في مقابل حصر صراعها مع حركة النهضة ورئيسها في مشهد أصبح السمة الأبرز للبرلمان التونسي. تم نشر فيديو جديد على رئاسة الجمهورية أنه سيطبق القانون على الجميع، هذا كذلك تزامن مع تحرك الضابطة العدلية ووزارة العدل بخصوص اعتصام نواب الدستور الحر في علاقة بتعطيل دواليب الدولة، هذا كان عنده تأثير. الآن دخلت المكتب نجد عدد كبير من النواب هذه الكتلة المرتكبة للجريمة يواصلوا التصرف هذا المجرم بالقانون. تطورات تنبئ بمزيد من مظاهر الصراع والمشاحنات داخل البرلمان في مشهد بات محبطا للتونسيين وسط حديث عن سعي أطراف خارجية لاستهداف تونس عبر تشويه المشهد السياسي. بعد تهديدات الرئيس التونسي الأخيرة غيرت كتلة الدستوري الحر من مكان اعتصامها من داخل مبنى البرلمان إلى مقربة من مكتب رئيس مجلس نواب الشعب. مراقبون اعتبروا الأمر تراجعا، لكنه لا ينهي بكل الأحوال الأزمة السياسية في البلاد. مراد الدلنسي، تونس، الميادين.